السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل من المديرية الإقليمية الحسيمة. احنا اليوم غادي نطرقوا الموضوع ولا درس المتجهات والإزاحة المستوى الثانية إعداد. المستوى الثانية إعداد، أول حاجة نبداو بالمتجهات، نبداو بالتعريف. كل نقطتين مختلفتين أ و ب تحددان متجهة يرمز لها بالرمز أ ب. يعني قبل شفنا بزاف جوج نقاط شنو ممكن يعطيونا، كنا شفنا مثلا كنا شفنا هكا ا بي تديرو بين قوسين، ا بي بين قوسين تسمى المستقيم ا بي. ا بي اذا درنا ا بي بين معقوفتين، ا بي بين معقوفتين هكا تسمى القطعه ا بي. اذا كتبنا ا بي هكا بهذه الطريقه ا بي تسمى نصف المستقيم AB. إذا كتبنا AB بدون أي رمز هكا AB تسمى المسافة AB. بيان، دابا إذا كتبنا AB ودرنا واحد السهم هكا من فوق تتسمى المتجهة AB التي أصلها A يعني تبدي بA وطرفها B وتنتهي بالنقطة B. يعني الأصل ديال المتجهة هو A والطرف ديال المتجهة هو B، ولكن هاد A و B ماشي هما العناصر المتجهة ولا المميزات المتجهة. المتجهة AB تتكون من عناصر تالية، أهم حاجة في المتجهة AB هما ثلاثة العناصر: الاتجاه والمنحى والمعيار، تسميه المعيار أو تسميه الطول ولا تسميه المنظر. دابا غادي نشوفوا الاتجاه والمنحى. قلنا اتجاهها هو اتجاه المستقيم AB. شنو تقصد باتجاه المستقيم AB؟ دابا إذا كان عندنا جوج نقاط A و B، هنا عندنا مستقيم AB. شنو هو اتجاه المستقيم AB؟ هو المستقيم AB يحدد اتجاه، وجميع المستقيمات التي توازي AB لها نفس الاتجاه. يعني هادو كاملين تحددوا نفس الاتجاه. مثلا نقولوا كلمة الاتجاه تنهضروا على التوازي. مثلا نقول المتجهتين لهما نفس الاتجاه، يعني ان مثلا المتجه AB والدي سي لهما نفس الاتجاه، يعني انهما متوازيان. انا اعطيك مثال باش المشكل اللي تيوقع فيه التلاميذ، يكون عندنا واحد المتجه AB هكا، واحد المتجه دي سي هكا بهذه الطريقة. تنسولو التلميذ، تنقولو واش هاد المتجهتين لهما نفس الاتجاه؟ التلميذ يقول لك هادو ما عندهمش نفس الاتجاه، ولكن هو خطأ. هاد المتجهتين عندهم نفس الاتجاه. مثلا نقولو الاتجاه تقصد به واش متوازيان. هنا في تيجي المفهوم الاخر اللي سميتو المنحى. منحى المتجهه هو من A نحو B. اذا هذه المتجهتين لهما نفس الاتجاه ولكن ليس لهما نفس المنحى. المنحى من A نحو B هو عكس المنحى من D نحو C. اذا داخل الاتجاه هناك منحيين، داخل كل اتجاه هناك منحيين. يعني يقدر يكون المتجهتين عندهم نفس الاتجاه ولكن عندهم منحيان متعاكسان. يعني داخل كل اتجاه عندنا هناك منحيان، منحى من A نحو B مثلا، هنا يمكن منحى من B نحو A. اذا هنا عندنا A هنا عندنا B، اذا هذه تتسمى المتجهه AB. كاين المعيار، المعيار ما عندوش علاقه بالاتجاه والمنحى، المعيار هو المسافه، هو الطول. تحسبوا ديك المتجهه AB شحال فيها في الطول، هكا في الطول ما عندهاش علاقه. تقدر تكون متجهه AB غادي هكا غادي هكا، ما تهمش، يهم الطول لانه هو عدد. دابا نشوفوا هنايا الحاله اذا كانت A و B نقطتان منطبقتين لاصقين مع بعضياتهم جو في نفس المكان. ديك المتجهه AB تتولي هي متجهه AA لان النقطه A هي B، ولا نقدروا نقولوها BB وتساوي المتجهه المنعدمه. تنديروا صفر وتنديروا فوق متجهه، هذا ما تيتسماش صفر، تسمى المتجهة المنعدمة. المتجهة المنعدمة ما عندهاش الاتجاه وما عندهاش المنحى، عندها فقط المعيار. المعيار ديالها يساوي صفر، الطول ديالها يساوي صفر، ما عندهاش المنحى. دابا نشوفوا تساوي المتجهتين. بما ان المتجهة معرفة بالاتجاه ومنحى وطول، اذا باش يكون عندي متجهتين متساويتين نقول ان المتجهة AB و DC متساويتين. اذا كان وخاش يكون متساويتان، إذا كان لهما نفس الاتجاه يعني أن المستقيم AB يوازي المستقيم DC. إذا كان لهما نفس المنحى يعني من A نحو B هو نفسه المنحى من D نحو C.
إذا كان لهما نفس المنظر، إذا قلنا تنسميه المعيار أو الطول أو المنظر، يعني أن المسافة AB تساوي المسافة DC. غادي نشوفوا جوج الحالات ديال المتجهتين المتساويتين، نشوفوا الحالة بين تكون عندي نقاط مستقيمية. إذا ناخذ المتجه AB بهذه الطريقة AB، إذا كانوا النقاط مستقيمية، إذا تمشيو في بغينا باش يكون متجهتين متساويتين خاصنا نحافظو على نفس الاتجاه، إذا هادو ملي تيكونو مستقيمة منطبقة يعني أنهما متوازية، نحافظو على نفس المنحى من أ نحو بي هو المنحى من دي نحو سي، إذا فقط يكفي أن نحافظ على المعيار، نحسبو ذاك المعيار إما بمسطرة ولا بميكان نحسبو ويكون عندهم نفس المعيار هنا دي سي، إذا المتجهة أبي تساوي المتجهة دي سي، هادو متجهتين متساويتين، AB تساوي المتجه دي سي. دابا إذا كانوا النقاط غير مستقيمية، يعني بحال هكا، ناخذ واحد المثال، بحال هادي، هاهي AB، هاهي، ناخذوا المتجه، ناخذوا واحد النقطة دي هنايا. دابا خصني نرسم واحد المتجهات تبدا بنقطة دي وتكون تساوي المتجه أبي، إذا سميتها المتجه دي سي. إذا أول خطوة خصنا نحافظوا على الاتجاه، شنو هو الاتجاه؟ هو التوازي، يعني خصني نرسم مستقيمان متوازيان، أنا رسمنا بمسطرة ولكن أنتم حاولوا ما أمكن تستعملوا الأدوات الهندسية ديالكم بالضبط باش ترسموا مستقيمان متوازيان. إذا ننشئ المستقيم الذي يمر من دي ويوازي أبي، أهو المستقيم الذي يمر من دي ويوازي AB، خصني نحافظ على المنحى، يعني المنحى من A نحو B هو المنحى من دي نحو C، وخصني نحافظ كذلك، يعني هذه ما اتجهاش، دابا، وخصني نحافظ على الطول، المسافة، الأداة التي تحافظ على القياس هي البيكار، ونحسبوا الطول شحال فيها بالضبط، ونعاودوا على الطول هذا، هنايا، إذا هنايا النقطة C. إذا هادو متجهتين متساويتين، إذا ربطنا بهم مع بعضياتهم نشوفوا شنو هو الشكل الذي نحصلوا عليه. إذا الشكل اللي تحصلنا عليه هو متوازي الأضلاع. إذا كانت متجهتين متساويتين، نقدروا نسجلوا الخاصية متساويتين، وكانت النقط غير مستقيمية، فإن رباعي AB CD متوازي أضلاع، إذا كانت متجهة AB تساوي DC، والنقط غير مستقيمية، فإن رباعي AB CD متوازي أضلاع، والعكس كذلك صحيح، إذا كان AB CD متوازي أضلاع، فإن المتجهة AB تساوي المتجهة DC. دابا غادي نشوفوا مجموع متجهتين، كيفاش نجملوا متجهتين؟ فهاد المجموع المتجهتين غادي نشوفو جوج حالات، غنشوفو التعريف ونشوفو واحد الحاجة أخرى سميتها علاقة شر. فهاد التعريف هذا عندنا مجموع متجهتين AB و AD هو المتجه AC، بحيث يكون AB CD متوازي الأضلاع، ونكتب AB زائد AD يساوي AC. غادي نشوفو كيفاش، يقول لك إذا كانوا جوج المتجهات تبداو بنفس النقطة، يعني المتجهتين لهما نفس الأصل، يعني عندك متجه AB هكا عندنا متجه AB، شنو هو الأصل ديال المتجه AB؟ الأصل ديالها هو A، وعندي واحد المتجه AD غادي هكا بهاد الطريقة، غادي نرسم غير بيد هنا باش نوضحوا الشكل، ثم من بعد رسموا بالأدوات الهندسية ورسموا بالضبط. المتجه AB و AD هما متجهتين لهما نفس الأصل، إذا لإنشاء المجموع ديالهم تنشوفوا شكون هي ديك النقطة اللي ناقصة اللي مازال خاصنا لإنشاء متوازي الأضلاع. النقطة اللي ناقصة باش نشوف متوازي الأضلاع، إذا غادي نكملوا هكا، أرسموا بهذه الطريقة، أرسموا بهذه الطريقة، إذا النقطة اللي ناقصة باش نشوف متوازي الأضلاع هي هذي، نسميوها سي، إذا هاد المتجهة أسي هذي، هاد المتجهة اللي حصلنا عليها أسي، هي المجموع ديال المتجهة أبي زائد أدي، إذا هذي أبي زائد أدي، إذا دائما لإنشاء متجهتين لهما نفس الأصل، تنشوفوا ديك النقطة اللي ناقصة لتكوين متوازي الأضلاع. نرجعوا مثلا لهذا الشكل هذا، إذا قلت لك أنا مثلا شنو هي متجهة مجموع المتجهة سي بي زائد سي دي، إذا سي بي زائد سي دي النتيجة هي دي بسي، شنو هي النقطة اللي ناقصة؟ المتوازي الأضلاع هي أ، إذا سي بي زائد سي دي يساوي سي أ. إذا قلنا بي أ زائد بي سي، إذا شنو هي النقطة اللي ناقصة باش تكون متوازي الأضلاع؟ هي دي، إذا بي أ زائد بي سي يساوي بي دي.
دابا الحاجه الثانيه في المجموعه المتجهتين هي علاقه شار. في التاريخ تيقول لك خص يكون متجهتين تيبداو بنفس النقطه راهم نفس الاصل، ولكن علاقه شار تيقول لك باش تساري الطرف المتجهه الاولى خص يكون هو الاصل المتجهه الثانيه. يعني باش تساري المتجهه الاولى هي باش تبدي المتجهه الثانيه. فعلاقه شار شنو تيقول هذا الشار هذا؟ تيقول لك خصنا نحيدوا هذه النقطه المشتركه. وكي خصها تكون هي الطرف وهنا خصها تكون هي الاصل. بحال تنختزلوها ا بي زائد بي سي يساوي ا سي. يعني ما تحتاجوا لا متوازي الاضلاع، ما تحتاجوش متوازي الاضلاع، ما تحتاجوش الشكل الاخر. اذا هنايا هذه واخا ما يكونش عندك الشكل، هنا عندك متجه ا بي، هنا عندك واحد المتجه بي سي مثلا غادي هكا، نفترضوا بي سي غادي هكا. اذا المجموع ديالهم ا بي زائد بي سي هو متجه ا سي. اذا مباشره ا سي ما كاينش مشكل، هذه مباشره المتجه ا سي هاهي. إذا هذه الأسياد اللي بالأحمر هي AB AB زائد BC. إذا واحد الملاحظة أخرى هو أنه ملي تكون مثلا واحد المتجه الطول ديالها 5 ومتجه أخرى الطول ديالها 10، ما تيعنيش بأن المجموع ديالهم هو المتجه الطول ديالها 15. ها هو مثال AB، شوف متجهة كبيرة في الطول هنا هو المتجه BC، ولكن المجموع ديالهم مثلا واحد المتجهة صغيرة، يعني الطول لا علاقة له بمجموع متجهاته. دابا نشوفوا الإزاحة. تعريف أ و ب نقطتين مختلفتين، ها هو رسم أ و ب نقطتين مختلفتين، يعني تحددان متجهة. ها هو أ، هنا النقطة أ، هنا النقطة ب. النقطة إم إشارة صورة إم بالإزاحة التي تحول أ إلى ب، تعني بأن المتجهة أ ب تساوي المتجهة إم إم إشارة. يعني دابا مثلا هنا عطانا النقطة إم وقالوا لنا يجب انشاء صورة النقطة M بالازاحة التي تحول A إلى B. يعني بطريقة أخرى بحال قلت لك الطريقة باش مشيتي من A إلى B هي الطريقة باش تمشي من M إلى M إشارة، تمشي بنفس الطريقة. بحال دابا أنا مشيت من نص سبورة وصلنا M إشارة، بقيت مثلا تنقول له طلع شوية فوق لا هو شوية لتحت، ما غاديش يعرف ما كندير هذا. ولكن ملي تنقول لك التي تحول A إلى B يعني خصك تصبح المتجهة تساوي المتجهة A B. يعني شو معنى تساوي المتجه ا بي؟ يعني خصنا نحافظوا على نفس الاتجاه التوازي، وخصنا نحافظوا على نفس المنحى، وخصنا نحافظوا على نفس الطول. اذا الاول نحافظوا على الاتجاه، دائما تنقول لكم تصموا الادوات الهندسيه، اذا احنا حافظنا على الاتجاه يعني مستقيمان متوازيان. نحافظوا على نفس المنحى، المنحى من ا نحو بي هو المنحى من ان الى ان اشاره. اذا على ما خصنا نحافظوا دابا كذلك؟ خصنا نحافظوا على نفس الطول، نحسب هذه المسافة هذه وندير هنايا هذه المسافة هذه نسميوها M إشارة. هنايا M إشارة تسمى، ماذا تسمى M إشارة؟ تسمى هي صورة نقطة M بالإزاحة ذات المتجه AB، ولا الإزاحة التي تحول A إلى B. إذا كانوا نقاط مستقيمية تكون حتى هي كذلك معهم في نفس المستقيم بحال هذه الحالة. يعني إذا رجعنا لهذا الشكل هذا شنو نقدروا نسميو النقطة C؟ النقطة C نقدر نسميوها هي صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجه AB. دابا غادي نشوفوا شي تمرين اللي نحاولوا ما أمكن يجمع لنا هذه الخاصيات كاملين ما أمكن. دابا غادي نشوفوا التمرين اللي حاول ما أمكن في هذا التمرين نحاولوا نستغلوا جميع الخاصيات. هو صعيب نستغلوا جميع الخاصيات ولكن نحاول نستغلوا جميع الخاصيات. إذا نقراوا نفس التمرين. عندنا A B C D متوازي الأضلاع مركزه O. السؤال الأول هو أنشئ النقطة M صورة C بالإزاحة ذات المتجهة، نزيدوها بالإزاحة ذات المتجهة AB. إذا ضروري خصنا إزاحة ذات المتجه. إذا الإزاحة ذات المتجهة AB في الأول ما قالناش أنشئ متوازي الأضلاع ولكن خصنا نرسمو متوازي الأضلاع مركزه O. إذا غادي نحاول نرسم واحد متوازي الأضلاع. إذا هذه النقطة D هنايا A، يعني هنا كاينة B، هنايا كاينة نقطة C. إذا الأداة التي تحددها القياس هي البيركار. غادي ناخذوا هذه المسافة هذه، نحسبوا المسافة، نمشيو للنقطة A بواحد القوس، ومن بعد ناخذوا المسافة AD،
نمشيو للنقطة سي، النقطة سي، ندير واحد القوس هكا. إذا ديك النقطة اللي خرجتنا دابا هي النقطة، هي نقطة بي. إذا حنايا نشأنا ABCD متوازي هذا، يكفي نربطو ما بين القطرين باش نلقى مركزه O. ABCD متوازي الأضلاع مركزه O مربطوما بين القطرين. هما القطرين، القطرين ممكن نزيدو هنايا علامة التقايس، لأن عارفين بأن القطرين ديال متوازي الأضلاع لهما نفس المنتصف، لا يتقاطعان في منتصفهما. مازال ما نشدناش النقطة M. إذا متى نقول النقطة M صورة النقطة سي إذا حدث متجه أ بي، يعني خص متجه سي إن تساوي متجه أ بي. إذا خصني نحافظ على الاتجاه، أنا عارف بأن المستقيم أ بي وزيد دي سي، علاش مستقيم أ بي وزيد دي سي؟ لأنه متوازي الأضلاع، إذا أنه ما في اتجاه واحد، نطور فقط هذا المستقيم. هنا النقطة سي، إذا المنحني أ نحو بي هو المنحني سي نحو إن، وخصنا المسافة أ بي تساوي المسافة ام سي، الاداة التي تحافظ على القياس ديال المسافات هي البيكار. ناخذ هذه المسافة هذي، هيا نديرو راس البيكار في النقطة سي، ندير واحد القوس. احنا لقينا النقطة ام، هذا السؤال الأول. سليم، احنا لقينا النقطة ام، إذا المتجه ار بي تساوي المتجه سي. السؤال الثاني ما فيش شك، فيه بين أن، إذا السؤال التالي خصنا نديرو البرهن، بين أن متجه أسي تساوي متجه بي إم، نرسم بي إم ونشوف واش فعلا في الشكل متجه أسي تساوي متجه بي إم، هاهو، هايا، إذا هايا في الشكل أن بي إم تساوي أسي، دابا خصنا نديرو البرهن، إذا البرهن إذا كان عندنا في خاصية فإن البرهن لدينا إذا. إذا هنا ثانيا خصنا نطرقوا من المعطيات باش نمشيو إلى نتائج. إذا شمل المعطيات اللي عندي هنا، المعطيات اللي عندي هو أن إل هي صورة سي بالإذا حدث متجه أ بي، إن لدينا إن صورة سي بالإزاحة ذات المتجه أ بي. إذا كانت M هي صورة سي إذا حدث متجه AB، إذا المتجه AB تساوي المتجه CM، ومنه إحنا عارفين بأن النقاط ليست نقاط مستقيمية، إذا هذا الرباعي كذا هو متوازي الأضلاع، ومنه الرباعي ABMC متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع، النقاط غير مستقيمة، النقاط غير مستقيمة. إذا كان رباعي أ بي إم سي متوازي الأضلاع، فإن المتجه أ سي تساوي المتجه بي إم، لأن في المتوازي الأضلاع عندنا بزاف المتجهات متساوية، أ بي تساوي سي إم، إم بي تساوي سي أ، يعني بزاف المتجهات، ومنه فإن المتجه حنا طلبنا دابا متجه AC تساوي المتجه BM، صافي داكور. هذا السؤال الأول سالينا. السؤال الثاني أحسب، السؤال الثالث فيه أحسب، واخا نبداو بالحساب. إذا هنايا عندي المتجه AB زائد AD، شنو تتقول لنا التعريف ديال مجموع المتجهتين؟ التعريف ديال مجموع المتجهتين AB AB زائد AD، متجهتين تبداو بنفس النقطة، إذا النتيجة هي شكون هي ديك النقطة اللي ناقصة لإنشاء متوازي الأضلاع؟ AB زائد AD، عندنا ABCD متوازي الأضلاع، إذا AB زائد AD تساوي AC، مباشرة بدون أي برهان، ضربت برهان بين قوسين، علاش؟ لأن ABCD متوازي الأضلاع. صافي دابا نشوفوا السؤال الثاني، قلنا نحسبوا
تقولنا نحسبوا AD زائد CB. AD زائد CB. إذا دابا AD زائد CB أربعة نقاط مختلفة، ما كاينش تشابه ما بين هاد النقاط. إذا أول حاجة نرجعوا للشكل نشوفوا واش عندي هاد المتجه AB تتساوي شي حاجة ولا المتجه CD تتساوي شي حاجة. مثلا نشوف CB. المتجه سي بي بما ان الرباعي ا بي سي دي متوازي اضلاع فان المتجه سي بي تساوي المتجه دي ا. اذا هذا ا دي في الوقت بس بلاص نكتب سي بي نكتب زائد دي ا دي زائد دي ا علاقه شر نقدروا نحيدوا النقطه دي. اذا غادي يبقى لنا ا وهذا ا تساوي المتجه المنعدمه صافي. نشوفوا AD زائد CB دابا عندنا OA زائد OC. OA زائد OC. OA زائد OC نرجعو للشكل، ها هو الشكل. دونك ها هي OA OC غادي هكا. اللي عارفين هو أن O هي منتصف قطعة AC. إذا واحد المتجه مالو بجوج OA OC وحدة نخليوها كما هي، والمتجهات الثانية نحاولوا نشوفوا شي متجهات تساوية. إذا نخلي أو أ بس، أو أ هي زائد، إذا شي متجهة تساوي أو أ، أو أ غادي نفهم منحة، إذا هي سي أو، لأن نشوف نفس المنحة عندهم نفس الطول وعندهم نفس الاتجاه لأنه نفس المستقبل. إذا بلاص ما نكتب أو أ غادي نكتب أ أو. لما بلاصه نكتب او سي غادي نكتب او. اذا اخترت النقطه ا يبقى لنا او 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 هي المتجهه المنعدمه صافي. دابا نشوفوا السؤال الذي يلي. شوفوا هذا السؤال بي سي زائد دي ام زائد سي دي زائد ام دي. بي سي زائد بي سي زائد دي ام زائد سي دي زائد سي دي زائد ام بي. اول خطوه عندنا واحد الحاله سميتها الجمع التبادلي، يعني نقدر نبدل الاماكن ديال المتجهات ماشي ضروري نمشي بهذا الترتيب. اذا عندي مثلا المتجهه الاولى عندي بي سي، ها هي بي سي. باش سالت هذا المتجه بي سي شنو هو الطرف ديالها؟ هو السي. اذا غادي نقدم مش مشكل شي متجهه الاصل ديالها هو السي. إذا بلاصة ما نكتب دي إما تنجيب هذه تندير سي دي. مور سي دي باش سالت هاد المنتجات هادي سالت دي. إذا نشوف واش كاينة شي وحدة أخرى، كاينة هادي هي دي إم، ومن بعد كاينة هاد المنتجة هي اللي بقات، هي الوحيدة اللي بقات هي إم إم. إذا استعملنا علاقة شرط هاد جوج المنتجات بي سي زائد سي دي هي بي دي، دي ام زائد ام بي هي دي، هي دي بي وي سي دي بي. ها هي بي سي دي ام سي دي دي بي. نختار النقطة دي يبقى لنا بي بي. إذا هي المتجهة المنعدمة صافي، تنديرو صفر نديرو فوقو متجهة. بقاتنا بعدا في السؤال ثلاثة، بقاتنا هنايا عندنا واحد السؤال ثلاثة، أو أ زائد أو بي زائد أو سي زائد أو دي تساوي أو أ زائد أو بي زائد أو سي زائد أو دي تساوي. إذا هنايا بحال دابا أو أ زائد أو سي فين تحسبتهم؟ إذا نبدل الأماكن يجيو وحدة بعضياتهم. أو أ نبدل الترتيب زائد أو سي زائد أو بي نبدل الأماكن فقط زائد أو اودي صافي. دونك هنايا هاد او ا زائد او سي فايت كسبتهم، ولكن نعاود لك ماشي مشكله. يعني او سي هي ا او، يعني هي او ا زائد ا او زائد هاد او بي نخليها كما هي. نجي للشكل ونشوف اودي. اذا اودي غادي هكا، شكون هي المتجهه اللي تساوي اودي؟ هي المتجهه بي او زائد بي. إذا هي علاقة شر
O azalin abu ya o. O. Hani o bizalin bi o ya o. O. Hani mutteciyen mun'adima. Zeyd mutteciyen mun'adima. Yusavi. المتجه منعدم. قلنا سؤال واحد نجاوب على هذا السؤال اللي بقى واخا السؤال اللي بقى هو السؤال الثالث. السؤال الثالث غادي نمسح السبوره وغادي نشوف هذا السؤال الثالث. دابا غادي نشوفوا السؤال الرابع. هو نبين ان اسي متجه اسي زائد بي دي تساوي متجه ا بي ا دي زائد بي سي. اذا تكون هناك واحد المتساويه خصنا نطلقوا من الجهه الاولى نخرجوا من الجهه الثانيه او العكس. غادي نطلق انا من الجهه الاولى متجه اسي زائد متجه بي دي. هذه علاقه شال تيكون عندي متجهتين تيولي متجهه. ممكن ندير العكس. دابا عندي اسي انا بقيت ا دي نقدر هنا في القص نزيد نقطه دي. هاد المتجه اسي غتولي هي ا دي زائد دي سي. اذا شنو درت؟ زدت النقطه دي زائد دابا عندي هنا بي دي ولكن شنو محتاج انا؟ محتاج بي سي. اذا نزيد النقطه سي اذا تولي عندي بي سي زائد سي دي. اذا جمعت هذولي غتولي عندي ا دي زائد بي سي ا دي زائد بي سي زائد دي سي زائد سي دي. اذا ا دي زائد بي سي يعني محتاج هيا ا دي زائد بي سي. وهنا نستعمل علاقه شرط. هنا عندي سي وهنا عندي سي حيث هما تولي عندي دي دي. هاد دي دي هي المتجهه المنعدمه. اذا تولي عندي ا دي زائد بي سي زائد المتجهه المنعدمه. اذا الصفات نحيدو المتجهه المنعدمه هذيك يعني ما تتاثرش يعني في حسابي تنحيدو الصفر. هنا نقدر نحيدو المتجهه المنعدمه ونكونوا جاوبنا على السؤال. نتمنى تلميذتنا الاعزاء تكونوا استفدتم هذه الحصه والى حصه مقبله ان شاء الله.